عايز احنا محتاجين نبص تاني الى خريطة المنطقة، وانا بعتقد ان احنا في حاجة الى اطلالة من هذا النوع. حسن نصر الله رجل موجود قدام اسرائيل، موجود في الساحة اللبنانية، موجود على صلة بايران، موجود يعني هو نقل لي على سبيل المثال رسالة من مرشد الثورة الايراني، وانا بلاقي انه معرفته ومعرفة حزب الله وقوته على المخابرات وحتى وجوده على الأرض المتشعب، هذا بيخليه مركز معلومات ومركز تفكير في منتهى الأهمية. طب ماذا كان مضمون هذه الرسالة يا أستاذ؟ نعم. ماذا كان مضمون هذه الرسالة؟ لا، مضمون هذه الرسالة كان حاجتين حقيقة، يعني واحد دعوة لزيارة إيران إذا كنت يعني في أي وقت، والحاجة الثانية هو انك تفهمي الموقف الايراني اكتر، انك تفهمي الموقف اللبناني اكتر، انك تفهمي الموقف الشيعي اكتر، لان المنطقة في اعتقادي بيزج بها الى صراعات لا لزوم لها. في تنوع كتير جدا في المنطقة، واحنا كنا بنقول باستمرار انه اكتر ما يميز هذه المنطقة ميزة التنوع الإنساني والفكري والديني حتى والطائفي، وإنه إما أن نجعله لوحة قابلة للانسجام مع بعضها أو نجعله كله عناصر متنفرة.